بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على حبيب رسول الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، وصلنا إلى الدرس 29، الجهاد في الإسلام. الكلام عن الجهاد كلام طويل، أقتصره على الكلام الموجود بإذن الله سبحانه وتعالى مع بعض التوضيحات الموجود في الكتاب، مع بعض التوضيحات الموجودة التي لا بد منها. أتحدث في المقدمة، وما يحتاج إلى تفصيل أفصله بعد ذلك. ما الأصل في العلاقات ما بين الدول؟ يعني الجهاد هو علاقة ما بين الدول، الدول تحتكم بينها بعلاقات، إما أن تكون العلاقة سلم أو علاقة حرب. سلم يعني إحنا مسالمين إنهم هم مسالمين إلنا، يعني في بيناتنا معاهدات، لا بنقرب عليهم ولا هم بيقربوا علينا، أو ما يسمى بالحرب، نعلن الحرب عليهم ويعلنون الحرب علينا، وبالتالي إحنا بتصير الحالة بيننا وبينهم يعني حالة قتال. ما الأصل في العلاقات في الإسلام، السلم أم الحرب؟ طبعا هناك خلاف في هذه المسألة، لكن الكتاب يقول إنه الأصل في العلاقات السلم. السلم يعني لو سألنا سؤال ما هو الأصل في العلاقات بين الدول، الجواب مبدأ السلم هو الأصل في العلاقات ما بين الدول. تمام، بدي أحط عليها علل جعل مبدأ السلم هو الأصل في العلاقات ما بين الدول. لماذا مبدأ السلم هو الأصل في العلاقة ما بين الدول؟ الجواب ذلك للمحافظة على حياة الناس وحماية أموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم. يعني إذا كانت الأصل في العلاقات ما بين الدول هو الحرب، إذا لن تستقر حياة الناس، لن يكون هنالك استقرار في حياة الناس، وبالتالي راح نضل نتطاوش مع بعض ونتضارب مع بعض ونعمل اليوم حرب وخلصنا حرب مع الجهة الفلانية سنبدأ حرب، لن تستقر حياة الناس. لذلك الأصل في العلاقات هي السلم، الحرب هي حالة طارئة ليست حالة أصيلة. تمام، هاي مسألة مهمة، ولذلك احنا بنقول دائما انه الجهاد ليس غاية في الإسلام. يعني الجهاد هو مش غاية ولكنه وسيلة. وسيلة لماذا؟ يعني حتى نفهم فكرة الجهاد في الإسلام، فكرة الجهاد في الإسلام تقوم على الآتي، إنه إحنا مأمورين بأن نبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الناس، إلى البشرية. طيب هذه الدعوة لو أنا ذهبت إلى قوم من الأقوام، دولة من الدول، قلت لهم أنا بدي أوصل دعوة الله سبحانه وتعالى إلى البشرية، إلى الناس، دولتكم، فقالوا لنا تفضلوا على الرحب والسعة، دخلنا يعني أخبرناهم بدين لا إله إلا الله وتكلمنا في مفهوم الإسلام وأوصلنا الفكرة، فآمن الناس جميعا، أهلا وسهلا. طيب عرضنا الفكرة لم يؤمن أحد، نقاتلهم؟ لا نقاتل أحدا. تمام، لا إكراه في الدين، إحنا وظيفتنا أن نبلغ الناس دعوة الله سبحانه وتعالى ونحكي لهم إنه والله هذه هي الدعوة، هذا هو الإسلام، هذه هي الحياة، هيك هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. أكثر من ذلك النتائج لا نحاسب عليها، يعني الله تعالى لن يحاسبني يوم القيامة إنه والله الدولة الفلانية آمنت، فلان اللي حكيت له أدخل في الإسلام آمن ولا، لكن سيحاسبني هل بلغت أم لم تبلغ. طيب لو إحنا رحنا عند هذه الدولة وقلنا لهم بدنا نبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الناس، فقالوا لن تدخلوا إلى هذه البلاد ولن يسمح لكم بالدخول. نستخدم هون الجهاد لأجل ماذا؟ لأجل إزالة العقبة ما بين الدعاء والمدعوين. تمام، أنا بدي أوصل دعوة الله سبحانه للناس في نظام بيمنعني من الدخول هذه الدولة، فأنا أزيل هذا، بستخدم الجهاد لإزالة هذا النظام اللي بيحول ما بيني وبين الدعاء. فإذا أزلت هذا النظام أخير الناس وأدعوهم، ببلغهم بدعوة الله، آمنوا أهلا وسهلا، لم يؤمن أحد أيضا أهلا وسهلا، آمن بعضهم وكفر البعض هو حر، لا إكراه في الدين. تمام، اتفقنا، هذه هي فلسفة الجهاد في الإسلام. إذن هو عبارة عن وسيلة يستخدمها الدعاء لإيصال دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الناس، لأننا مأمورون بإيصال هذه الدعوة للناس ومطالبون بإيصالها للناس وأن يعلم بها جميع الناس. طيب إذن جعل مبدأ السلم هو الأصل في العلاقات الدولية، لماذا؟ لأن المحافظة على حياة الناس وحماية أموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم هذا هو الأصل فيها، وإلا لا تستقر حياة الناس. قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ما دلالة النص هنا؟ السلم هو الأصل في العلاقات بين الدول، السلم هو الأصل في العلاقات ما بين الدول. طيب
الفقرة الأخيرة أو السطر ونص أو السطرين الأخيرات الموجودات في هذا في هذه الفقرة في المقدمة بنحط عليهم سؤال: متى يلجأ المسلمون إلى الحرب؟ متى يلجأ المسلمون إلى الحرب؟ بنقول في عندي أعطاني حالتين، في حالات أكثر من هيك لكن أعطاني في الكتاب حالتين، خلينا نشوفهم. إذا وقع الاعتداء على المسلمين من أعدائهم، يعني إذا وقع اعتداء من دولة غير مسلمة علي كدولة مسلمة، وجب على أبناء هذه الدولة أن يدافعوا عن أنفسهم ويدفعوا عدوان المعتدين. هذا واحد. اثنين، يجب دفع الاعتداء والظلم بالطرائق الممكنة، لأجل ذلك شرع الجهاد وهو حالة استثنائية. رجع عاد الكلام مرة ثانية، وإذا بتنتبهوا هذا الدرس ستتكرر فيه معلومات كثيرة، يعني في مجموعة من المعلومات بده الكتاب أنه يضل يسلط عليها الضوء، فحيظل يعيدكم إياها مرة ومرتين وثلاث، بعضها راح يعيدها ثلاث مرات يعني. طيب، إذا وقع اعتداء على المسلمين ودفع الاعتداء، وأنا شايفهم ثنتين تقريبا نفس القضية، ما في خلاف بينهم، لكن الجهاد شرع لأكثر من هذا في الإسلام، هو اختصر على هذه القضية. طيب، ننزل لمفهوم الجهاد. الجهاد ومشتقات الجهاد وردت في القرآن كثيرا. الجهاد جاي من وين؟ شو أصل كلمة الجهاد؟ من جهدا. شو يعني جهدا؟ جهدا هو بذل الوسع والطاقة، ولذلك بسمي مثلا الجهاد بذل الوسع والطاقة في الدفاع، في القتال، في يعني مثلا الدفاع عن الإسلام والمسلمين، رفع راية التوحيد. إذا أنا أبذل جهدي وطاقتي لأجل ذلك، هذا واحد. اثنين، بذل مثلا فلان مجتهد. شو يعني مجتهد؟ مجتهد يعني يبذل وسعه وطاقته في صنع شيء معين. الاجتهاد عندنا في المصطلح الفقهي، شو معنى الاجتهاد؟ بذل الوسع والطاقة في استخراج الحكم الشرعي من المصادر. إذا كلها جاي من بذل الوسع والطاقة. فإحنا كلامنا اليوم عن بذل الوسع والطاقة، لكن أين؟ في الحكم في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، في رفع راية التوحيد إلى آخره بذلك. طيب، أنواع الجهاد، إذا بتنتبهوا على الفقرة الموجودة أو المخطط الموجود في أسفل صفحة 180، قال لي أنواع الجهاد وقسمها إلى أربع أنواع. النوع الأول الجهاد بالنفس، النوع الثاني جهاد الشيطان، أربعة جهاد العصا، وخمسة جهاد المعتدين والمحاربين. إذن جهاد المعتدين والمحاربين هو نوع من أنواع الجهاد المتعددة، والجهاد له مفهوم عام ومفهوم خاص. راح أتكلم عن المفهوم العام والمفهوم الخاص، لكن إحنا تسليطنا للضوء في هذا الدرس على أي نوع من أنواع الجهاد؟ على الجهاد بالمفهوم الخاص وليس المفهوم العام. ليش؟ لأنه بدي أتكلم عن الأحكام الشرعية المترتبة على هذا النوع من أنواع الجهاد. فرح نأخذ فقرة بسيطة عن الجهاد بالمفهوم العام، بعدين راح أتكلم عن الجهاد بالمفهوم الخاص، وأتكلم عن تعريفه وأنواعه اللي حط لي إياها، قال بالنفس والمال والرأي والكلمة وإعانة المقاتلين. طيب يا جماعة، خلينا نروح على الجهاد بالمعنى العام. أنا الآن في صفحة 181 في الأعلى، في أعلى الصفحة، ويقول أو نحط سؤال عليها: عرف الجهاد بالمعنى العام. ما الجهاد بالمعنى العام؟ الجواب هو بذل المسلم وسعه وطاقته في الالتزام بتوجيهات الإسلام وأوامر الله تعالى والابتعاد عن معصيته سبحانه وتعالى. تمام؟ إذن شو تعريف الجهاد بالمعنى العام؟ بذل المسلم، اتفقنا الجهاد دائما بذل وسع وطاقة، في ماذا؟ قال في التزام توجيهات الإسلام، بأن ألتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى وأعطاني. لأنه يا جماعة إحنا في عنا شيطان يأمرنا بالابتعاد عن أوامر الله، فأنا بدي أبذل وسعي وطاقتي في إيش؟ في تنفيذ أوامر الله تعالى. ستأتيني النفس، النفس ما لن تأمركم بطاعة، يعني مش معقول أنت نايم تيجي تصحيك النفس تقول لك والله قوم صلي لك ركعتين لله تعالى. آخر شيء إذا بدك تصلي تيجيك نفسك أنت تعبان ومن الصبح وأنت شغال وحالتك حالي، خلاص اجلس وبلاش صلاة. فأنا أبذل وسعي وطاقتي في مجابهة النفس، في مجابهة الشيطان، في مجابهة العصاة، لأطبق أوامر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. شو دلالة النص؟ هون بنكتب عليها الجهاد بالمفهوم العام. هون مش المقصود فيها جاهدوا في الله حق جهاده، ليس المقصود فيها فقط الجهاد بالمعنى الخاص، ولكن أيضا الجهاد بالمعنى العام. خلينا نروح نشوف الفقرة هاي تتمتها. كيف يتحقق الجهاد بالمعنى العام؟ حطوا عليها سؤال:
كيف يتحقق الجهاد بالمعنى العام؟ وإحنا اتفقنا إنه الجهاد أربع أنواع: نفس وشيطان وعصاة، هذا جهاد بالمعنى العام. كيف يتحقق في كل حالة من هذه الحالات؟ نروح على أول واحدة. قال جهاد النفس بصدها عن الهوى. يعني شو بتحب نفسك اعمل عكسه، تمام؟ بتحب الراحة والنوم تخليهاش تنام كثير، بتحب الأكل امنعها عن بعض الأكلات، بتحب الكذا ابعدها عن الشهوات، وهكذا. طيب اثنين، جهاد الشيطان. كيف يكون جهاد الشيطان؟ بعدم الانصياع إلى وساوسه. شو بيطلب منك الشيطان؟ اعمل عكسه، اعمل خلافه، هذا جهاد الشيطان. وأخيرا جهاد العصاة. كيف أجاهد العصاة؟ أنا في مجتمع كثير، إصحابي، صاحباتي كذا إلى آخره، مثلا بس نكون طالعين مع بعض ببلشوا يتخوتوا علي ويتمسخروا علي، وانت ليش بدك تصلي وهلا صرت شيخ ولا لابد ان ارد كلامهم، ولكن باسلوب لبق حسن بالحكمه والموعظه الحسنه، وان ادعوهم الى الصلاه معي، ادعوهم الى الفضائل، ترك الاستغابه، الى غير ذلك من هذه القضايا. اذا كيف يكون جهاد العصاة؟ قال بارشادهم الى فعل الطاعات وترك المعاصي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. يعني ممكن يجيب لي سؤال في الوزارة كيف يتحقق الجهاد بالمفهوم العام، أعطيه ثلاث نقاط: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد العصاة. طيب إذا جاب لي سؤال مفرد بعطيه كل واحد لحال، قال كيف يكون جهاد كل من الآتي: واحد جهاد النفس، اثنين جهاد الشيطان، ثلاثة جهاد العصاة، بعطيه تفصيل كل واحدة منهم على حدة. اتفقنا؟ طيب وهيك بنكون خلصنا الجهاد بالمفهوم العام، وانتقل وإياكم إلى الكلام عن الجهاد بالمفهوم الخاص، وبدي تعريف له، وبدي أضبط شوي على الكلام الموجود في الكتاب. طيب شو تعريف الجهاد بالمفهوم الخاص؟ قال كالذي يبذل الجنود البواسل، كالذي يبذله الجنود البواسل من القوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد من أي عدوان خارجي بأمر رئيس الدولة. تمام، بدنا نضبط التعريف. هذا التعريف طبعا هو اللي اختاره الكتاب، قد يكون يعني في تعريفات أخرى وهي تعريفات كثيرة وهي أوسع من هذا التعريف الذي ذكره الكتاب، لكن هذا الكتاب هكذا ذكر. قال خلينا نضبط كالذي يبذله، نحط هو بذل الجنود البواسل من القوات المسلحة جهدهم في الحفاظ على أمن البلاد من أي عدوان خارجي. تمام، إذا بذل الجنود البواسل من القوات المسلحة جهدهم في الحفاظ على أمن البلاد من أي عدوان خارجي بأمر من رئيس الدولة. طيب لو سألني سؤال، من أول من جعل الجيش نظاميا؟ من أول من جعل الجيش نظاميا؟ نقول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما أنشأ دارا للجند. أول شخصية جعلت هنالك جيش نظامي في الدولة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب لو أعطاني سؤال عند عمر بن الخطاب هون، قال علل أنشأ عمر بن الخطاب دارا للجند، ليش أنشأ دار للجند؟ ليش عمل هذا؟ كي تستطيع الدولة أن تستعين بكوادرها كافة للدفاع بدفاع المعتدين. يعني في اللحظة التي يحتاجها نرجع مرة ثانية أكد على دفاع المعتدين. بس أنا أنبه على قضية، قد يكون الجهاد زي ما حكينا لنشر الدعوة الإسلامية، ليس فقط لدفاع المعتدين يعني، لكن لما كان عمر بن الخطاب يريد أن يخرج جيوش الفتح ماذا كان يصنع؟ عنده ديوان مكتوب فيه أسماء الجند اللي بيستعين فيهم الموظفين عنده في الجيش، فكان يستدعيهم فلان وفلان 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 بسرعة يناديهم، هذا بيسهل مهمات الجيش، فهو أول من جعل الجيش نظاميا. خلينا نشوف آخر سطرين في عليهم سؤال، من المسؤول عن إعلان حالة الحرب والجهاد؟ من المسؤول عن إعلان حالة الحرب والجهاد؟ القتال، هي الجواب، يعلنه رئيس الدولة وليس للأفراد أن يمارسوه بلا ضابط، بلا ضابط. لعنده الجواب. تمام، إذا من المسؤول عن إعلان حالة الحرب في الدولة؟ المسؤول عن إعلان حالة الحرب هو رئيس الدولة. يعني ممكن يسألني مثلا هل يجوز لأحد أن يعلن الجهاد أو يخرج الجهاد بدون إذني أو من غير إعلان الدولة للحرب؟ يعني بيكون الجواب عندكم في الكتاب أنه لا يجوز كما ذكر هو هنا. تمام، خلينا ننزل لمشروعية الجهاد بالمعنى الخاص. هل الجهاد مشروع في الإسلام ولا ليس مشروعا؟ خلينا نشوف في هاي الفقرة، أنا في صفحة 181 في منتصفها، عند ثانية مشروعية الجهاد بالمعنى الخاص. طيب خلينا نشوف، نحط سؤال على بداية الفقرة، علل
لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام خلال فترة مكوثه في مكة لم يستعمل الجهاد، بل كان المسلمون مأمورون بالصبر على الإيذاء خلال هذه الفترة. طب ليش؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم خلال الفترة المكية أن يربي الناس على الصبر والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن يتحمل أي ضغط بصير عليهم. لو أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد من أول فترات الدعوة الإسلامية، ترى قضي على الإسلام. يعني إحنا عبارة عن فئة بسيطة موجودين في مكة، في لحظة معينة كل 20-25 واحد، لو جاء النبي وقال يلا أعلنوا الجهاد وقاتلوا، طب إحنا موجودين فئة صغيرة في مكة، ومكة أعداد كبيرة جدا، فلو تآمرت مكة علينا في لحظة معينة وقاموا بقتالنا، بتنتهي الدولة الإسلامية، بينتهي أسد، ما كان في دولة أصلا، بينتهي المسلمين كلهم. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم خلال الفترة المكية بعدم القتال، بل الصبر على أي اعتداء بصير من أي طرف خارجي. طيب خلينا نشوف الجواب. عمد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة إلى تربية الصحابة على معاني الإيمان، لأنه عمد عليه الصلاة والسلام في مكة على تربية الصحابة على معاني الإيمان. هذا واحد. اثنين، الإعداد العقائدي والفكري والأخلاقي. عمل النبي صلى الله عليه وسلم على زراعة الأخلاق والعقائد والأفكار في نفوس الصحابة خلال هذه الفترة. ثلاثة، كان المسلمون مأمورون خلال هذه الفترة بالكف والإعراض عن المشركين ومطالبين بالصفح والعفو عمن اعتدى عليهم أو قاتلهم. تمام يا جماعة، هذا بالنسبة للتعليل الأول. خلينا نأخذ التعليل الثاني، موجود في فوق الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. خلينا نأخذ الفقرة اللي قبلها، علل، تحبوا تسموها علل اثنين سموها، وجوابها جواب اثنين. قال أذن أو أذن الله تعالى لهم أو للمسلمين بالقتال في المدينة المنورة. طب ليش صار القتال مشروع في المدينة المنورة؟ في مكة فهمنا كان بيزرع عقيدة وكانوا مستضعفين وكانوا قلب. طيب بعد ما انتقلنا للمدينة أجاز الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يقاتلوا، لماذا صار الإذن في المدينة بالقتال؟ الجواب كالآتي: واحد، لأن شوكتهم قد قويت شوكتهم، أي واحد. اثنين، استمرار اعتداء المشركين على المسلمين، هي اثنين. وثلاثة، رفعا أو أذن الله تعالى لهم بالقتال لمن اعتدى عليهم وظلمهم وأخذ أموالهم. إذن هو نوع من أنواع هيك، بيعتقد صاحب الكتاب أو الكاتب الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في هذه المرحلة ردا للعدوان، ولأنه استمر أذى قريش.